دكتور، واحنا بنتكلم عن الصدمات اللي بتحصل واللحظات اللي بيحصل لنا فيها عدم ثقة في نفسنا وفي الآخرين، هل التدريب اللي كنا بنسمعه طول عمرنا انه اقف قدام المراية واقول لنفسي لا انا قوية، لا انا كويسة، لا انا مش قليلة، لا انا مش صغيرة، لا انا يعني انا اقوى من كده بكتير، انا مش ضعيفة، اني اسمع نفسي طول الوقت او ادي نفسي طول الوقت طاقه ايجابيه واخرج الطاقه السلبيه اللي جوايا، ده بيعمل حاجه في الحالات اللي زي دي ولا لا؟ هو بيعمل حاجه ان انا اعمله بالمواقف، مش بس كلام، مش مجرد ان انا اقول كلام، ابدا اثبت لنفسي ان انا هتحرك الحركه دي وان انا هقدر امشي القصه دي. يعني عايز اقول بس للناس كذا حاجه كده عن الصدمه. الصدمه بتقوي مش بتهد. الصدمه بلاش تخليك انسان مستسلم. الصدمه بتعيد ترتيب الناس في حياتك من اول وجديد. الصدمه بالنسبه لك خبره وبتديك دروس وحكم كتير علشان تقدر تكمل بيها حياتك. الصدمة دي اللي بتوقفك على رجلك وتشوف الناس اللي حواليك مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش. الصدمة دي بتعلمك ان انت ما تجيش على نفسك بزيادة ولا توجع نفسك ولا ترمي سيل من التضحيات وفي الاخر ما تلمش حاجة. الصدمة دي بتعلمك تعيد وتبص على المشهد من اول وجديد. انا عايز الصدمة دي طول ما احنا عايشين هنتصدم، بس انا لازم اخد من كل صدمة درس، حكمة، موعظة، ابدا واقف من اول وجديد. انا لو اتوجعت ولو قعدت افكر في اللي صدمني انا مش هقف على رجلي مش تاني. هتحرك خطوه واحده من لقدام. اصعب انواع الوجع الوجع النفسي. لا، انا عملت واديت بس مش هدي تاني ومش هعمل تاني. انتظر بقى من الناس هي اللي تدي وهي اللي هتعمل. ساعات يا لميا البعد عن الناس المؤذيه غنيمه. ده هو مش ساعات ده البق ده يعني، يعني انا لما ابعد ده عن حد، حتما ان احنا نبعد عن الناس اللي بتأذينا. لو بعدت عن حد بيأذيني، البعد عن المؤذيين ده راحة نفسية ليا، انا بحمي صحتي النفسية. ما ينفعش اقول اصل انا اتفرض عليا ان انا اعمل. لا، اتعامل مع الناس على قدر المعامل، سيب لنفسك جزء من نفسك، لانك في الاخر لما هتقع انت مش هتلاقي حد جنبك، محدش هيقف معاك، محدش هيحس بيك، يبقى انت بتيجي على نفسك ليه؟ انا بستغرب على الناس، ما انا قدامي طريق الوجع اهو وانا شايفه وماشي فيه ومكمل. طب ما انا اهو ماشي فيه، طب ما انا عارف ان في اخر الطريق ده انا هتوجع. طب انت ماشي كان ليه؟ في حاجه كده مره بيشبهوا العلاقات اللي في حياتنا بحاجتين كده انا هقول لحضرتك عليهم، اللي هو خلع الضرس. هو الضرس وجعني بس انا مش قادره اتوجع دلوقتي، وجع الخلع هتوجع لما اخلعه بس هتوجع فتره وهخف. اختار بقى تتوجع فترة وتخف ولا تفضل موجوع طول الوقت وما بتخفش. عارفة ليه؟ الناس ساعات بتخاف يقولك ايه، اصل انا مش هلاقي البديل ولا هكرر الشخصية دي، فيبدأ حاصر نفسه في دايرة ومش عارف يطلع منها ومش عايز يعيد التجربة من اول وجديد. يعني مثلا حد اتصدم في انسان بيحبه يقولك ياه، هو انا لسه هحب تاني؟ ودي مشاعر، ودي طاقة، ودي اهتمام. طب ما انا موجود في قصة حب ويمكن تتصلح، بس قصة الحب اللي انت موجوع فيها دي هتصدمك وفيها وجع وانت شايف ان مفيش نور بينور في اخر الطريق. طب ليه تكمل وليه تبقى انت اكتر حد بيوجع نفسه؟ طب ما تريح نفسك وفكر بعقلك والغي قلبك شوية وحافظ على نفسك من الصدمات، وحط لنفسك وانت بتتعامل مع الناس مسافة امان. يعني بمعنى انا ما بخليش الناس تدخل في حياتي قوي، ما خليش الناس، في ناس متطفلة، في ناس بتحط مناخيرها في اي حاجة. ليه ان انا صاحب حد يقعد يسال عملت ايه، كلت ايه، شربت ايه، رحت فين، جيت منين؟ في حاجه اسمها خصوصيات نفسيه شخصيه. وساعات احنا اللي بنعمل ده بقى يعني من غير ما هو يسال. يعني ما شاء الله علينا، احنا مش محتاجين ان حد يسالنا. احنا بنقول على طول. تعرف احنا بنعتبره ايه؟ ان ده ايه؟ زي ان انا بثبت للشخص اللي قدامي ان انت مهم عندي، ان انت مهم، وان انا على فكره امين جدا معاك، فبحكي لك النهارده انا كلت كذا والساعة 2 وربع عملت كذا والساعة 3 الا ربع ما اعرفش قمت منين. يا عم في ايه التفاصيل دي كلها؟ انت بتدي فرصة للانسان اللي قدامك ان هو يحط ايده على نقطة الضعف عندك. بالظبط. فلما يحط تديله المفاتيح. المفاتيح. فبالتالي انت هتبقى ضعيف. على فكرة بقى مشكلة الحب في الفترة دي ان هو بيضعف.